حلمي يلحقني يا حماد. خير يا حلمي؟ انت جاي من الغيط ولا ايه؟ يا ريت. امال فيها يا حلمي؟ بيتكوا اتحرق؟ يا ريت. بيتكوا وجع؟ يا ريت. امال ايه اللي حصل يا حلمي؟ قميصي ماله؟ اتسرق يا احمد. يا شيخ خبطتني خبطتني يا بني ادم. وين اللي سرق قميصك؟ العيال سرقوه الطلبة اللي معاي. وانت عارف النهارده عيد ميلاد نهلة، يعني يعجبك اروح اكده واجيب لك العار؟ لا ما يعجبنيش يا اخويا تجيب لي العار، ما يعجبنيش. خش خش جوه، عندك الدولاب مليان قمصان مغسولة ومكوية، خد اللي يعجبك. عشت يا اخوي من بوابة عالية، وانت اصول صح. وانت واطي صح. ايه رأيك يا اولاد؟ نزور الناكة اخر الاسبوع ده. اهو نطمن على الناجة ونطمن على احوال الناس هناك. الله عليك يا بابي، فكرة تجنن. ايه رأيك يا مامي؟ رأيك ايه يا حبيبتي؟ ومذاكرتك هتعملي فيها ايه؟ يا مامي من ناحية المذاكرة نفسي حضرتك تطمني خالص، انا في المذاكرة تمام جدا جدا. تعالي نروح الناجة بقى. انا الاسبوع ده مش فاضية خالص، ياريت تأجلوا الكلام ده اليومين دول. يا مامي حضرتك كل اسبوع تقولي الاسبوع اللي بعده، ويجي الاسبوع اللي بعده وتقولي الاسبوع اللي بعده، حضرتك مش هتفضي ابدا. ايه رأيك يا سي بابي في الكلام ده؟ بسيطة، ناخد الأصوات. ها؟ موافقة، 4-1. إيه رأيك؟ خلاص عشان خاطري وعشان خاطر نهى توافقي كلها يومين يا ستي. أعمل فيك إيه؟ لا أدري أقف قصادك ولا قصاد بيتك. حاضر يا سيدي. موافقة. هو ده الكلام. بابي أنا فرحانة قوي إن إحنا رايحين النجع. كل الناس هناك وحشتني، الخيل كمان وحشني، كل الجو اللي في النجع وحشني جدا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ انا ما كنتش اعرف انك بتحب النجع قوي كده. عموما انت عندك حق، الجو هناك حاجه تانية، بعيد عن الزحمه والتلوث، تغير بقى منظر الخضره وجمال. الله عليه الله عليه وعلى جماله. كلام جميل. ايه الرومانسيه دي يا ست مامي؟ كملي اكلك، انت ما اكلتيش كويس. والله هكمل اكلي وكمان هذاكر، بس نروح النجع بقى. طيب انا متابعه فيلم ابيض اسود يجنن يا بابي، انا هاخد شويه اكل كده معايا واروح اكل هناك قدام التلفزيون عن اذنكم. يلا حبيبتي. سعيد قوي على فكره، لما بتبقى سعيده ربنا سعيد قوي قوي قوي. ربنا يخليها لك يا عصمه ويخليك لي يا حبيبي. ويخليك يا حبيبتي. اهلا يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ عبد الله. اهلا يا مدام شادي. اهلا يا مدام شادي، اتفضل اتفضل. نورتونا. معقولة ما نشوفش حضراتكم غير في الملفات؟ انتي يا مها. ايه انتي بتدوري على حد ولا ايه؟ لا ابدا.
والله كان زمانه في المستشفى، بس أنا كان زماني في الجسم. بعد الشر عليك. للدرجة ده أنا عزيز عليكي. قوي قوي. يا بوي وبطرتني كمان. يا بختك يا أحمد، فينك يا غريب؟ فينك تيجي تشوف وتسمع؟ مين غريب ده؟ أخويا، هو يعني مش أخويا أخويا، إنما هو ابن عمتي بس متربي معايا، وهو بقى الوحيد اللي في البلد اللي بيسألني عن مصر وأحوال مصر، ولو حكيت له اللي أنا شايفه في الحفلة دي ممكن يطب ساكت. يطب ساكت ليه بس؟ دي الحفلة عادية قوي. أنا مش بتكلم عن الحفلة، أنا بتكلم عن أصحاب الحفلة. حلوين؟ هم حلوين بعقل، دول حلوين قوي وطعمين قوي وناعمين قوي قوي. يا بوي. يا بوي دي بقى هي اللي بتجنني. اقولها لك تاني. يا نونة. نعم يا ماما. يلا يا حاج عشان نطفي الشمع، الضيوف منتظره. يلا اتفضل. يلا اتفضلي اتفضلي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nahla. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا نهلة. سنة حلوة يا جميل. يلا حالة مرمى حالة مرفع صاروخ حيكون غادوا يلينا الليلة أسعد الأعياد. قولي يا حبيبتي. قولي قولي. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. عقبالنا يا حلمي. وعقبالنا ليه؟ من عيد ميلادي بيجي كل سنة عادي يعني. يا اخي افهم بقى شوية. عقبالنا يبقى عندنا فيلا حلوة قوي زي دي. يا ريت يا سارة يا رب. ويبقى عندنا ترعة صناعية زي دي. اسمه بسين بسين. وانا مالي؟ ما احمد اللي قال لك دي. هو انا بتجيب حاجة من عندي؟ ويبقى عندنا عيال يفرفش ويزقططوا ويبلبطوا ويصطادوا سمك كمان. تفتكر يا حلمي ممكن يحصل ده في يوم من الايام؟ وليه لا؟ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. ربنا يدينا ويديك طول العمر